بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. كل ما قد يتصف به بعض المخلوقات من قدرات تجد أن لها حد، حتى الحيوانات أحيانا يذكر عن بعض الحيوانات قدرة في سرعة الجري، ولكن مع ذلك لها حد. لو تسمع عن بعض الحيوان أي بعض أنواع الطير في الرؤية يرى حتى ما تحت الأرض كما هو الحال في الهدهد، ومع ذلك له حد في الجزء الذي يراه ما تحت الأرض. إذن كل شيء أوجده الله في هذا الكون له حد في قدرته، أما الله فلا حد لقدرته، أما الله فلا حد لقدرته، إنما أمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وذلك يصف نفسه بصيغ العموم، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وقدرته عز وجل عظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله تعالى أمره ليس بين الكاف والنون، وإنما أمره بكن، لا يستعصي عليه شيء ولا يمتنع منه شيء. أوليس هو سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، يقول كن مرة واحدة فيوجد الشيء على وفق ما أراد عز وجل، لا يستعصي عليه ولا يمتنع منه، كما قال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولذلك استقر عند المسلمين قاطبة أولهم وآخرهم أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وصرح الله بهذا في منطق القرآن. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال شيخ الإسلام اتفق المسلمون وأهل الملل على أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواضع متعددة. الله قدرته فائقة ليس لها حد، لا في سمعه لا في بصره لا في فعله لا في عطائه، فسبحان العظيم الكبير المتعال. سبحان من قدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، سبحان من لا يلحقه عجز ولا يعجزه شيء في الوجود، سبحان من لا يعارضه منازع ولا يخرج عن قبضته شيء في الوجود، سبحان من إذا أراد أمرا قضاه ولا يحتجز عنه شيء بقوته في الوجود، سبحان المتناهي في الاقتدار المتحكم في جميع آثار الوجود، سبحان ذو السلطان والملك والقوة قادر على كل شيء في الوجود. عندما يتحدث الإنسان عن قدرة الله يعجب من نفسه، إذ كيف يتحدث في هذا الموضوع وهل تحتاج الشمس في وضح النهار إلى بيان، لكن هذه النفس البشرية تحتاج أن تغلق الطرق وتسد الطرق لدخول الشيطان إليها في التشكيك في قدرته سبحانه وتعالى. أوليس هو سبحانه وتعالى الذي بدأ الخلق من العدم، ثم يأتي الإنسان بعد ذلك فيفكر هل سيبعثه الله بعد موته، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أوليس هو سبحانه وتعالى الذي أخبر أنه قادر على أن يحيي الموتى، أفيعجزه سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوليس هو الذي خلق السماوات والأرضين في ستة أيام وقال وما مسنا من لغوب، أفيعجز سبحانه وتعالى على أن يدبر هذا الملكوت؟
أوليس هو سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون؟ إن القضية أيها الأحبة هي قضية كن فيكون، إن القضية قضية أمر، فيتغير الوجود كله بأمر الله، هو القادر سبحانه وتعالى. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من عظيم قدرته جل وعلا إحياء الموتى، وهذا من أعظم ما تمدح الله جل وعلا، بل إنه جل وعلا يبدئ ويعيد. فلما ذكر الله جل وعلا بعض مظاهر رحمته من إنزال الغيث وإنبات الأرض، أخبر جل وعلا أن ذلك من دلائل قدرته تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فقال سبحانه: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل ممن لم يعمل خيرا قط أنه لما جاءه الموت جمع أبناءه وقال: إذا أنا مت فقطعوني ثم حرقوني ثم ذروني، أي أتوا في يوم شديد الريح وذروني حتى يتفرق جسمه في كل مكان. قالوا: لما؟ قال: لأنه لئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني. ففعلوا، فجمع الله خلقه بعد موته. ثم قال: ما الذي حملك على فعل ذلك؟ قال: خوفك وخشيتك يا رب. فغفر الله. فانظر كيف ظن أن الله يعجز أن يجمع، الله لا يعجزه. وتأمل معي كم من البشر الذين ماتوا في أعماق البحار، والذين تفتتت أجسادهم في الجو مع احتراق طائرة أو تفجرها، أو أناس أتتهم حريق هائل في الأرض ولم تبقي لهم ولا تذر من أجسادهم شيئا، أو أناس أتتهم أعاصير فذهبت أجسادهم حيث لا يعلم أحد. سيجمعهم الله يوم القيامة، ويجمع أجسادهم المتفرقة في كل مكان، ليظهر قدرته سبحانه وتعالى على جمع الناس، وأنه كما أوجدهم من عدم سيعيدهم كما كانوا، وإنه على جمعهم لقدير. لو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. مر رجل من بني إسرائيل بقرية، وتأملوا كلام القرآن، قرية قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قرية كما عبر القرآن وهي خاوية على عروشها، مات أهلها، تحطمت منازلهم، أصبحت مكفرة، ما عاد فيها إنسان ولا طعام ولا نبات. هذا الرجل لما مر على القرية تعجب، وهي حطام، كيف يحيي الله هذه القرية؟ فإذا بالله يريه قدرته ويميته 100 عام، ليست سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20، ثم يبعثه. ويوم أن بعث كانت القرية قد عمرت وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها، فلما أحياه الله
وأول ما أبصر بعينيه بعد الإحياء جعل ينظر في سريان الروح في بدنه كيف يحيا بقية البدن. فلما استقل سويا قال الله له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فيخبره أنها 100 سنة، لكن القدرة ستبدو أمام عينيك. انظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك، طعام من 100 سنة لم يتغير ولم يبلى قدرة من الله في حفظ الطعام، وحمار قد مات وأكلته الديدان وبليت عظامه وتفككت أوصاله وامتزج بالتراب، وأمام عينيه يقوم الحمار ويبدأ الخلق، عظام فلحم فجلد فروح، ويقف الحمار حيا ليعلم أن الله على كل شيء قدير. إبراهيم عليه السلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما من شك عند إبراهيم قطع، لكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أرني كيف تحيي الموتى، حتى يزداد إيمانه. وطلب الزيادة في مقامات الإيمان والعلو فيها صحيح ولا خطأ فيه. قال الله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك وقطعهن اذبحهن وفرقهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أدخل القطع في بعضها ثم خذ بعضا منها وفيها من هذا ومن هذا ومن الآخر، وضعها على جبل، وقطع أيضا مختلطة من الطيور 4 واجعلها على جبل آخر، اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وجعل إبراهيم عليه السلام يرى كيف تجتمع القطع، رجل الطائر من هذا الجبل مع جناحه من الجبل الآخر مع رأسه من الجبل الثالث، وتنتظم لتكون طيرا يطير مرة أخرى. واعلم أن الله عزيز حكيم. وهذه الصخرة الصماء يخرج منها ناقة لقوم صالح، يوم أن جلسوا في ناديهم ودخل عليهم أخوهم صالح يدعوهم للإيمان بالله عز وجل، يدعوهم للإيمان به سبحانه وتعالى، وقالوا: نريد منك أن تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة 10 طويلة بيضاء صفتها كذا وكذا، ظنا منهم أنهم سيعجزون الله وسيعجزون رسول الله. واقترحوا عليه ناقة تخرج من صخرة صماء، وعينوها بأنفسهم على ما ذكره أهل التفسير: أخرج لنا ناقة إن كنت صادقا، وعشراء تمخض من هذه الصخرة. فأخذ عليهم صالح عليه السلام العهود والمواثيق، لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأخرج لهم الناقة ليؤمنن بصالح ويتبعونه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام صالح وصلى لله ودعا الله، فخرجت الناقة على الوصف الذي طلبوه من تلك الصخرة، وابتلاهم الله بها، ويوم أن عقروها وظنوا أنهم سيعجزون الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ملكوت السماوات والأرض عظيم واسع، وكلما تأمل فيه المؤمن ازداد إيمانا بقدرته تعالى. أنشأ الله السحاب وقال: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، واجتمع في السحاب 4 أضداد لا يقدر على جمعها إلا رب العباد، الظلمة والنور، لأن السحاب يحول بين الشمس أو بين القمر والأرض فيحجب النور، وفي وقت نفسه يكون منه البرق فيكون نورا، وجمع بين الماء والنار، وأنت تعلم أن الماء والنار ضدان، فيكون من السحاب المطر الذي ينزل، ويكون من السحاب الصواعق التي تحرق. ولهذا قال ربنا: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، وقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فعندما ترى السحاب قد تراكم بعضه على بعض
ينبغي أن يدل كذلك في المقام الأول على عظيمة قدرة من أنشأها. ثم انظر كيفما جمعت من الأضداد حتى يكون قلبك أكثر استكانة بين يدي رب العباد. تجدب الأرض وتوشك البهائم على الهلاك، ولا يبقى إلا الملجأ إلى الله، فيخرج الشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء والكمار والصغار، فيبكون ويجأرون ويتضرعون، فتهتز السماء بالسحاب، ويأتي من هنا وهناك، وينزل القطر، وتنمو الأشجار، وتمتلئ الضروع لبنا، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك الله. قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل قل للنحل يا طير البواد، من الذي بالشهد قد حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. سيجيب ما في الأرض من آياته، عجب عجاب لو ترى عيناك. فالحمد لله القدير بذاته حمدا، وليس لواحد إلاك. مظاهر قدرة الله في الكون كثيرة جدا، وهو سبحانه وتعالى غني بذاته عن مخلوقاته. كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا، يعلم جاهلا ويهدي ضالا، يرشد حيرانا ويغيث لهفانا، ويفك عانيا، يشبع جائعا ويكسو عاريا، يشفي مريضا، يعافي مبتلى، يقبل تائبا، يجزي محسنا، ينصر مظلوما، يقسم جبارا، يقيل عثرة ويستر عورة، يؤمن روعة، يرفع أقواما ويضع آخرين. أليس في ذلك كله دليلا على أن الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء محيط؟ ويجمع الله تبارك وتعالى في أكثر من موطن في القرآن بذكر خلق السماوات والأرض وتغيير أحوال البشر، إشارة إلى أن الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة هذه السماء، حتى قال الله في القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يذكر الله السماوات والأرض ثم يذكر شيء من أحوال الخلق ليوحي إلى نفوسنا أو يعطيها إشارة أن الذي قدر على إيجاد هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض قادر على التصرف بكم كيف يشاء. لذلك قال في موطن من تلك المواطن: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله يتحدى خلقه، يقول لهم إن كنتم تصرون على الإعراض والتكبر والمعاندة لأمري، فاعلموا أني قادر على أن أذهب بكم عن بكرة أبيكم وآتي بآخرين غيركم يعبدوني ولا يعصوني. فالله يظهر هذه القدرة وهي تحمل شيئا من التهديد للخلق. ولذلك قال في موطن آخر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 8 8 4 9 9 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. ثم من دلائل قدرته ما ترى في خلقه جل وعلا، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على أربع، منهم من يمشي على بطنه. والله جل وعلا يقول كما في الآيات في سورة النور: يخلق الله ما يشاء. وآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، خلقت حواء من رجل لا من ذكر لا من أنثى، ثم كان الناس من ذكر وأنثى، فلم يبق إلا حالة واحدة أن يؤتى بأحد من أنثى من غير ذكر على الضد من حواء، فكان خلق الله جل وعلا لعيسى. فكان عيسى وآدم وحواء وسائر الخلق كلهم مخلوقون للرب تبارك وتعالى.
هو الذي خلقهم على تلكم الهيئة والكيفية التي أرادها تبارك وتعالى، وكلها تبين لك إن الله على كل شيء قدير. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يمشيهم على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فانظر إلى هذه القدرة، ليس لها حد. ومن الخطأ أن تظن أن قدرة الله قاصرة على الدنيا أو قاصرة على الآخرة، بل هي شاملة للدارين. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون كله من عدم، إنما قوله للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه يذكرنا بقدرته حتى نقصر عن المعاصي ونبقى على ما يحب ويرضى من الطاعات. يذكرنا بقدرته التي ليس لها حد ولا يمكن أن يمنعها أحد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون. فالله قادر على إرسال العذاب من جميع الجهات. لذلك سبحان الله تجد في قمة القدرة التي يتمكن منها البشر من الدنيا يصيبهم الله بشيء يذكرهم عجزهم عنها. قال الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. في قمة بلوغ الإنسان القدرة وشعوره بالابتعاش أنه تمكن، يأتيه القهر والقدرة الفائقة لتظهر عجزه وفقره. وقد رأيت هذا في أكثر من بلد من بلاد العالم بلغوا أوج حضارتهم وتمكنوا من أمور لم يتمكن غيرهم، فإذا بزلزال هزة تهز الأرض تقلب عاليها سافلها، أو إعصار يذهب بكل شيء حققه. تبقى هذه الكوارث التي يسمونها طبيعية، تبقى هذه الكوارث دالة على قدرة الله. إعصار بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، سبحان الله العظيم. زلزال في لحظة يذهب 80,000 نفسا كما حصل في الصين. الله أكبر، من أين سيخرج الناس؟ وأين وإلى أين سيفرون؟ وإلى أين سيلجؤون؟ ليس لهم عاصم من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل رفع عن هذه الأمة العذاب العام من فوقهم بالرجم والحصب الذي كان يأخذ الأمم المكذبة السابقة، ومن تحت أرجلهم بالخسف العام الذي يهلك الجميع، ولكن تبقى له آيات في إهلاكات محدودة في أقوام معينين في بلد معينة دالة على قدرته. وقد قص الله علينا في القرآن شيئا من صور إهلاكه للأمم قبلنا، كيف أهلك أقوام بالريح وأهلك أقوام بالغرق وأهلك أقوام بالصيحة. إنها القدرة في تنوع العقوبة وفي صورة من صور تقريب حال الزلزال الذي قد يقع اليوم. لعل أقرب آية تصور حال الزلزال إذا وقع هي قوله سبحانه قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بينما يكون الناس في طمأنينة فجأة اهتزت الأرض سقطت عليهم، اهتزت القواعد فخر عليهم السقف من فوق. انظر إلى هذه القدرة التي تتكرر اليوم ويراها الناس. إنها رسائل يا عباد الله أن صور العقوبة والقدرة عند الله ليس لها حد، وليس لها صورة مستقلة قاصرة عليها، بل هي متعددة مختلفة باختلاف أحوال البشر. فينبغي الحذر
من هذا الخالق القادر المقتدر المتمكن من كل حال يريده في حال خلقه. إلهي، أنت القاهر فوق عبادك، ما أعظم سلطانك. إلهي، أنت القادر لا يعجزك مقدور، ما أشد سلطانك. إلهي، أنت القوي المتين، ما أوسع سلطانك. إلهي، أنت ذو الطول والجبروت، ما أمتن سلطانك. ولقد لفت الله انتباهنا إلى تغير أحوال الخلق من الملك إلى عدمه، ومن العز إلى عدمه، أن كل ذلك وغيره إنما هو بقدرة الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وانظر، ختمها الله بهذا الاسم ليوحي إلى قلوبنا ويورثها استحضار قدرته الفائقة في تغير أحوال البشر. بل أعظم من ذلك، اقرأ كتاب الله عندما يقول: تبارك الذي بيده الملك فكل الملك إنما هو بيده وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا رأيت عزيزا فاعلم أنه بقدرة الله، وإذا رأيت ملكا فاعلم أن ذلك بقدرة الله، وإذا رأيت غنيا فاعلم أن ذلك بقدرة الله، وإذا رأيت فقيرا فاعلم أن ذلك بقدرة الله، وإذا رأيت مريضا أو صحيحا فكل ما ترى إنما كل ذلك بقدرة الله. لا تظن ولا يجوز أن يتسرب إليك شيء من الشك أو الريب أن شيئا يحدث في أحوال الخلق أو المخلوقات أو الكون خارج عن قدرة الله وإرادته. كل ذلك بأمره، وكل ذلك تحت سيطرته وإرادته جل في علاه. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499. تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.